بالنسبة في لو حرك في ساحة المسجد الحرام أو المسجد النبوي وبتصلي في الساحة هل هذا كمن صلى يعني له أجر من يصلي بالداخل طبعا لو الصفوف زي ما قلنا قبل كده يعني فيها اتصال متصلة من الخارج إلى الداخل فأجر الصلاة الموعود حاصل إن شاء الله يا صاحبة السؤال